باسم الرب يسوع احنا دايما من مجد الى مجد. باسم الرب يسوع احنا دايما في الارتفاع. باسم الرب يسوع كل آلة صورت ضدنا، زي ما بيقول سفر أشعياء، كل آلة صورت ضدنا، كل آلة أعدت لإيذائنا لا تنجح. باسم الرب يسوع لا يعوزنا شيء. باسم الرب يسوع نكون دائما بركة، بركة لعائلاتنا، بركة لبلادنا. عزيزي المشاهد، أبدأ معك هذه الحلقة بتأمل سريع في الآية المعروفة التي في الموعظة على الجبل في إنجيل متى أصحاح 5. الآية دي معروفة، آية رقم 9: طوبى لصانعي السلام. يعني يا لسعادة اللي بيستخدمهم الرب في صنع السلام. عزيزي المشاهد، قل له يا رب استخدمني، أريد أن أكون صانع سلام، عايز أغلب إبليس في هذا المجال. إبليس عايز الخصام، إبليس عايز الزوج يخاصم الزوجة أيام، إبليس عايز الإخوات يبقوا متخانقين مع بعض، إبليس عايز المؤمنين في الكنيسة يبقى زي المؤمنين اللي كانوا في كنيسة كورنثوس، يتخانقوا مع بعض ويتخاصموا مع بعض ويروحوا المحكمة. ده اللي عايز يعمله إبليس. باسم الرب يسوع نبطل اللي بيعمله إبليس. قل له يا رب أنا عايز أنتصر على إبليس. إبليس بيصنع خصام، بيزرع خصام. يا رب استخدمني إن أنا أفسد ما يفعله إبليس، وإن أنا أصنع سلام، أخلي المتخاصمين يسامحوا بعض. باسم الرب يسوع نبقى مستخدمين من الرب، مش هيستخدمنا إبليس. إبليس عايز يستخدمنا علشان يبقى فيه خصام، والخصام الموجود يستمر، ده إبليس. باسم الرب يسوع إبليس يفشل في هذا، مش بس يفشل، وباسم الرب يسوع يستخدمنا الرب في صنع السلام. عزيزي المشاهد، تذكر لما سليمان بقي ملك، الرب قال له اطلب، انا عايز ادي لك اي حاجة انت تطلبها. سليمان ما قالش انا عايز ابقى غني، عايز ابقى ملك غني، لا، قال له يا رب اديني الحكمة عشان انا عايز ابقى ملك حكيم. ملك حكيم يعني ملك يصنع السلام. الملك الحكيم هو الملك الذي يصنع السلام، يبقى عايز شعبه في سلام، بيحكم بالعدل، اي نزاع لا من قلبش، بحرب اهليه. ده الملك الحكيم او الحاكم الحكيم. الحاكم الحكيم لازم يبقى صانع سلام، ويحاول ان يكون صانع سلام بين شعبه والشعوب الاخرى، عشان ما يهدرش الطاقات بتاعه البلد بتاعته في الحروب، وعشان الناس ما تموتش. لازم يبقى شخص حكيم قادر ان يصنع السلام، سلام جوه بلده وسلام بين بلده والبلاد الاخرى. سليمان عشان كده طلب وقال ايه لو في بدايه الحكم بتاعه، قال له يا رب انا عايز الحكمه. عايز الحكمه ليه يا سليمان؟ عشان ابقى صانع سلام. عزيزي المشاهد، لو انت فعلا عايز تبقى صانع سلام، انت محتاج الحكمة اللي خدها سليمان، ولا سيما لو كنت في مركز قيادي، يعني اب مثلا بتقود اسرة، محتاج تبقى صانع سلام، محتاج تبقى عندك الحكمة اللي تخليك صانع سلام، محتاج الحكمة اللي خدها سليمان.
انت راعي كنيسة، محتاج الحكمة اللي تخلي المؤمنين في الكنيسة ما يخصموش بعض ويسامحوا بعض ويحلوا مشاكلهم بدون اللجوء الى المحاكم، طاعة لكلمة الرب، ان كلمة الرب بتمنع المؤمنين ان مشاكلهم تتحل في المحكمة، مشاكل المؤمنين تتحل في الكنيسة عشان يبقوا شهادة، ما يتبانش الخصومات بتاعتهم قدام الناس فالناس تعصر ولك ادي اللي عرفوا الرب يسوع، صاروا يحبوا بعض، بدل ما بيحبوا بعض بيخانقوا بعض، بيتخانقوا مع بعض باسم الرب يسوع. أبا صانع سلام، كأب أبا صانع سلام في بيتي، كأم أبا صانع سلام في بيتي، كراعي كنيسة أبا صانع سلام، كمؤمن عادي أبا صانع سلام بين أصدقائي، والطريق لكي أكون ناجحا في صنع السلام أن أمتلك الحكمة، والطريق لامتلاك الحكمة أن أفعل ما فعله سليمان، أن أطلب من الرب أن يعطيني الحكمة. عزيزي المشاهد، أنت محتاج حكمة، حكمة من فوق عشان تقدر تخلي الناس اللي أنت بتحبهم المتخاصمين يتصالحوا مع بعض، أنت محتاج حكمة، وأنت كأب محتاج حكمة عشان بيتك يبقى فيه سلام، انت كخادم محتاج حكمة، خادم مدارس احد محتاج حكمة عشان تقدر تشيل الخصام اللي بين الاطفال، احيانا بيتخانقوا مع بعض، تبقى محتاج الحكمة، ولكي تمتلك الحكمة عليك ان تصلي. بني النقطة دي بالآية العظيمة اللي في رسالة يعقوب، ان كان احدكم محتاج حكمة فليطلب من الله والرب هيدي 100%. يقولك الذي يعطي، ويعطي ايه؟ بسخاء، باسم الرب يسوع نمتلك الحكمة اللي تخلينا ننتصر على الخصام، اللي بتخلينا نصنع السلام بين الناس دائما. تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر دانيال الأصحاح العاشر، نكمل التأمل في هذه القصة المسجلة في هذا الأصحاح، بنكمل التأمل في حياة دانيال. احنا طبعا السلسلة دي على رؤى دانيال، وده المدخل بتاع آخر رؤية، يعني الأصحاح العاشر والمدخل بتاع آخر رؤية الرب أعطاها لدانيال وسجلت في سفر دانيال. في الأصحاح العاشر شفنا في الحلقة اللي فاتت، شفنا دانيال متأثر حزين، وقلت لك أنه كان حزين بسبب أمرين. الأمر الأول أني لما صدر القرار من كورش بالسماح لليهود اللي كانوا محبوسين في مدينة بابل، السماح لمن يريد منهم، السماح لمن يريد أن يعود إلى أورشليم، لما كورش أصدر هذا القرار بعد 70 سنة كانوا مسبيين في مدينة بابل، التجاوب مع هذا القرار كان ضعيف، اللي رجعوا 50,000 فقط من شعب ضخم، فده أثر في نفسية دانيال. لأن ليه بقى؟ لأن دانيال كان بيصلي من أجل هذا، من أجل أن يطلع هذا القرار، والقرار ده فعلا صدر تحقيقا لنبوة أرمية، وصدر القرار وتحقيقا كمان لنبوة كورش، لنبوة أشعية عن كورش، فكورش الملك أصدر القرار لكن الشعب لم يتجاوب، أو بلغة أدق اللي تجاوبوا عددهم قليل. إيه السبب؟ إن الناس أحبت، زي ما شرحنا في حلقة سابقة، أحبت الاستمرار في حياة العبودية اللي في مدينة بابل، ومش عايزين يتحرروا، زي ما ناس لحد النهاردة يبقى عايش في الخطية ومش عايز يتحرر من الخطية. ده أحزن دانيال بكل تأكيد.
تقول لي طب دانيال نفسه ليه ما راحش أورشليم؟ ليه استمر بقى هو في بابل؟ يعني إذا كان هو ما راحش يزعل ليه إن الناس ما راحتش؟ لأني هو ما راحش لأكثر من سبب. أول سبب إنه كان كبير في السن، يعني قارب 90 عاما، عشان يمشي في مسافة ضخمة من بابل إلى أورشليم عمليا ده شيء مستحيل لو شخص في سنه. والأمر الثاني إن كان وجوده في بابل مفيد للشعب. ليه؟ لأنه كان بيشتغل في مركز عالي في القصر اللي بيحكم العالم. إنما هو كان تعبان، يعني أكيد وهو بيودع الناس سايبة أورشليم ورايح سايبة بابل ورايح أورشليم، كان تعبان لأنه مش شايف العدد كبير. وهو بيودع مثلا واحد زي زارو بابل، واحد زي يهوشع الكاهن، أكيد دانيال متأثر إن دول رايحين عشان يبنوا الهيكل، بس العدد اللي رايح معاهم قليل. دانيال عمل إيه؟ قلنا ده الدرس، إن لما تبقى حاجة جايبالي ألم، حاجة جايبالي حزن، لازم أروح وأطلع حزني وتعبي ده أمام الرب، لازم أروح للرب وأسكب نفسي وأحزاني أمامه. وهو ده اللي عمله دانيال. راح جنب نهر دجلة وخد مجموعة معاه، برضو أكيد مجموعة من الناس الكبيرة اللي في سنه أو اللي ما قدرتش تذهب إلى أورشليم، راحوا عشان يصلوا في منطقة كده بعيدة عن الضوضاء، يعني راحوا ياخدوا خلوة مع الرب. والتوقيت اللي بيقوله الكتاب مهم، لأنه يقول لك كده إنه أولا هو قعد في الخلوة دي كام يوم؟ 21 يوم، وانتهت في اليوم 24 من الشهر الأول، يعني بدأ مثلا يوم 3 في الشهر واستمر إلى يوم 24 من الشهر الأول. وده حاجة مهمة جدا، التوقيت ده مهم جدا، الميعاد ده كان مهم جدا. ليه الكتاب بيقول لي التاريخ ده مهم؟ فيش حاجة في الكتاب ملهاش معنى، ده معنى ومعنى وراء رسالة، ان دانيال اختار يصلي في فترة عيد الفصح. عيد الفصح بيجي في التوقيت ده، بيجي في الشهر الاول بتاع اليهود في السنة العبرية، واللي هي يعني الشهر ده بيجي من نص مارس الى نص ابريل. في الشهر ده في عيد الفصح، هو اختار ان يعتكف للصلاة ويطلع تعبه أمام الرب في هذه الفترة. الهيكل لسه ما تبناش، يعني طقوس عيد الفصح مش بتمارس، ده الشعب قديله في بابل 70 سنة، يعني الشعب ما بيتبحش خرفان فصح في بابل، ما فيش الكلام ده. وده اللي زعل دانيال، يعني ليه الشعب؟ انت جات لك حرية انك تعبد الرب وانك بقى تنفذ الوصايا بتاعت اللي عطاها الرب الموسى، وفي عيد الفصح تذبحوا الخرفان وتاكلوا تاكلوا الفصح، تقعدوا في بابل. عزيزي المشاهد، لما الرب يفتح لك سكه للعباده، لعباده الرب، لازم تستغلها. لما تسمع ان اصحابك عاملين اجتماع صلاه، روح، ما تعملش زي الناس اللي قعدت في بابل مش عايزه تجازف، مش عايز يشوف شغله اللي في بابل. طب بابل دي مش بلدك، لا، عايز يعيش في بابل بعيد عن مكان العبادة. اوعى 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 تختار بدماغك مكان تعيش فيه ما فيهوش حتة تصلي فيها، فيش مؤمنين تجتمع معهم. اوعى يكون ده اختيارك. لو ده اختيار الرب اقولك اوكي، بالرب ليه طريقة وليه قصد، لكن انا بنفسي اختار مكان ما فيهوش مؤمنين، اقرا معاهم الكتاب، ادرس معاهم الكلمه، اتقدم معاهم للمائده،
مفيش كنيسة، مفيش تسبيح، أروح أنا حتة كده صحراء. لا، ده أنا عملت زي الناس اللي اتفتح لهم السكة أن يروحوا أورشليم ويبنوا الهيكل عشان يقدموا ذبائح للرب ورفضوا، أحبوا بقى المال. لا، نروح أورشليم دي إيه؟ دي ما فيهاش حاجة، هنعيش فقرة، مستوانا المعيشي يقل. طب ما يقل دخلك طالما ده تمن، أو ده ما فيش طريقة تاني عشان تعبد الرب غير أن يقل دخلك. لا، يقل دخلك واعبد الرب. ليه؟ لأن لما أعبد الرب دخل القليل ده هيبقى فيه بركة ومش هيستمر قليل. إنما لو أنا اخترت مكان عشان أجمع فلوس ما فيهوش الأمور الروحية فيه، أو إن الأمور الروحية فيه مخنوقة، إيه اللي هيحصل؟ مهما خدت من فلوس مش هيبقى فيها بركة، لأن دي آية واضحة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فاختياره لعيد الفصح يعني لأنه شخص عنده فهم لكلمة الله، وعيد الفصح ده بيحمل معاني عظيمة، وفاهم كده، عنده فهم للفكر الإلهي، عنده فهم للكتاب المقدس، عنده فهم للوصية. فعيد الفصح ده بيعني ايه بالنسبة لشعب الرب؟ عيد الفصح ده بنحتفل فيه، اليهود زمان يحتفلوا فيه بايه؟ بتذكار خروج الشعب من العبودية. شعب خرج من عبودية صعبة لفرعون، فالشعب بيحتفل بده، بيعمل ايه؟ بيحتفل بده في عيد الفصح. فدانيال اختار هذا التوقيت عشان يقول له يا رب انت حررت شعبك من ارض مصر، من العبودية لفرعون، يا رب حرر الشعب اللي لسه قاعد في بابل. انا تعبان ان هو قاعد هنا ومحروم من العبادة، وقدامه فرصة ان يبقى في مكان في الذبائح، في مكان في التسبيح. ليه يقعد في بابل؟ فيش تسبيح في بابل، وكلنا عارفين الآية اللي بتقول على أنهار بابل هناك بكينا وعلقنا القيصارات اللي كنا بنعزف بيها عشان نسبح الرب، علقناها على الشجر، لأن ما ينفعش أسبح الرب في حتة زي دي، ما مش هينفع. هيجوا الناس والبابليين ويقولوا لنا يستهزئوا بينا، ده مزمور في الكتاب. فيا رب شعبك مقيد، وشعبك لا يزال مقيد في بابل. يا رب أنا بصلي وبحط همي أمامك في هذه الذكرى في عيد الفصح عشان أقول لك يا رب زي ما حررت شعبك من العبودية لفرعون، حرر شعبك يا رب من العبودية للمال، من العبودية للشغل. ما يبقاش الشغل قبل أمورهم الروحية، ما يبقاش المال قبل أمورهم الروحية. عزيزي المشاهد، هذه رسالة لنا باسم الرب يسوع، ما تبقاش أمورنا المادية قبل أمورنا الروحية. ما ينفعش، مش هيبقى فيه بركة، مش هيبقى فيه نجاح، مش هيبقى فيه سعادة، مش هيبقى فيه تمتع لما أمورك المادية تبقى قبل أمورك الروحية. دي كارثة. مهما كسبت هتبقى تعبان. أمورك الروحية لابد أن تسبق في اهتماماتك أمورك المادية، ولما ده بيحصل إيه؟ هتلاقي بركة في حياتك، وهتعيش بكل تأكيد حياة التمتع. وأذكرك عزيزي المشاهد باللي بنقراه في سفر حجي. الرب بيقول لهم انتوا الفلوس بتاعتكم بتحطوها في جيب منقوب، يعني تحط الفلوس من هنا تضيع من هنا. ليه؟ ده اقرا سفر حجي الاصحاح، هو كله اصحاحين. في الاصحاح الاول هتلاقي كده في سفر حجي ان الشعب بيشتغل وما بيدخلش. ليه؟ بيجيب فلوس والفلوس بتضيع منه. ليه؟ بيحاول
يسعد نفسه وبيفشل. ليه؟ السبب ان الشعب اهتم بالامور المادية قبل الامور الروحية. عزيزي المشاهد، دانيال يصلي في مناسبة عيد الفصح عشان عايز شعبه يتحرر من سيطرة المال، من سيطرة الأمور المادية. عايز شعبه يبقى المال عنده تحت رجليه، ما يبقاش المال مسيطر على ذهنه وعلى قلبه ومنعه مقيده. يعني شعب الرب لما كان في أرض مصر كان اللي مقيده فرعون، فرعون هو اللي مقيدهم عشان ما يتحرروش. إنما في أيام دانيال اللي مقيد الشعب في مدينة بابل الأغلبية ومخليهم محبوسين في بابل، ما هوش فرعون، ما هوش كورش ملك فارس، لا، ده اللي مقيدهم. إيه اللي مقيدهم؟ الأمور المادية، الشغل، الفلوس، البيت اللي هم تعودوا عليه. يقول لك اروح اقعد اعمل بيت تاني جديد في اورشليم ويبقى شكله اقل. ده القيود، وللاسف الشديد لا تزال هذه الامور تحرم كثيرين من التمتع. لان اي واحد يستسلم للامور الماديه واي واحد يبقى المال عنده رقم واحد هينطفي. لو في حاجه روحيه جواه هو كده، لما بيبقى الامور دي رقم واحد الروح القدس بيبقى حزين جواه، وزي ما قال الكتاب بيبقى كاسر الوصية اللي بتقول لا تطفئوا الروح، بيبقى طافي روح الرب. يجي يصلي كأنه بيتكلم نفسه، ليه؟ يحس بالجفاف. يجي يقرأ الكتاب كأنه بيقرأ الجريدة اللي بتقول له الأخبار. لماذا؟ ليه؟ عشان الأمور الروحية في حياته مش هي رقم واحد. عزيزي المشاهد، أنت مش جسد، أنت روح، أنت أساسا روح يسكن في جسد، ولهذا يجب أن تكون الأمور الروحية في حياتك قبل الأمور المادية، قبل الأمور الجسدية. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم شريط ترانيم أقوياء، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.